قبل التست درايف عرفت ان هي 123 حصان 3 سلندر، فتوقعت ان هي ممكن تبقى اندر باور شويه، بس ما حطيتش اكسبكتيشن، يعني قلت هنزل اجرب في التراك، فلقيت العربيه لطيف جدا على التراك، الريسبونس بتاعها لطيف. الحقيقه اكتشفت العربيه ستيبل اكتر من ما انا كنت متخيل، المانوفرنج بتاعها ظريف جدا، في كورنرز خدناها على 40 و50. اعتقد ان احنا شفنا امكانيات العربيه في التراك الصغير ده. لا الموتور بالنسبه لي كويس جدا، يعني ابهرني، يعني ما طلعش اندر باور خالص. اعتقد ان الناس لسه هتبقى محتاجه تجربها، يعني محتاجه شويه وقت، بس هتبقى كومبتيتيف جدا في السوق، انا متوقع لها كده. الفينش بتاع العربيه من جوه عجبني، الفابريكيشن بتاعها كان كويس جدا. الحقيقه انا ما دخلتش قوي في مواصفات الامان، بس انا عارف الاير باجز والحاجه دي عامه، هي فورد طول عمرها عربياتها فيها سيفتي عالي يعني.